ما نصيحتكم لمن يطعنون في العلماء الذين هم على منهج السلف الصالح ويقولون أو يقولون بعدم أخذ العلم منهم بقول أنهم ليسوا معصومين؟ نعم، العلماء ليسوا معصومين، لكن نأخذ العلم عنهم، لأنهم يقولون قال الله قال رسوله، ما يأتون بشيء من عندهم، يأتون بشيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعلموننا القرآن ويعلموننا السنة وهما معصومان من الخطأ، القرآن والسنة معصومان من الخطأ. وأما الفقه وأقوال العلماء فهذه تعرض على الدليل، ما وافق الدليل يؤخذ وما خالف الدليل يترك. نعم.